السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. يا جماعة الخير، أنا طالبكم طلبة، أبيكم تدعمون المقاطع اللي أنزلها بالسيرفر الأجنبي وخاصة السيرفر هذا، لأن مثل ما قلت لكم الموضوع يعني راح يفيدني بشكل أنتم ما تتصوروا، وأكيد يعني أنتم تبون الخير لأخوكم المسلم. طيب عيسى كيف نساعدك؟ اللي أبيك بس تنزل تحت في الديسكربشن وتضغط على الرابط اللي موجود في طريقة التسجيل، وإنك تلعب معانا في فاميلي بلاك سول اللي هو اسم عائلتنا. فكذا أنت بتكون ساعدتني، فأنا راح أكون متواجد، راح نسوي فعاليات، راح نسوي شغلات، وهذا وعد مني اني راح اكون متواجد اكثر عن المرات السابقه. كذلك لما تضغطون زر اللايك انا راح اكون مبسوط، وكذا انتم بتكونوا كذا مره فخختوني وخلتوني اعلى ليفل. يعطيكم العافيه جميعا. مرحبا عزيزي المشاهد، اليوم ابيك تنضم لاقوى واعظم سيرفر اجنبي في جراند الحياه الواقعيه. السيرفر هذا فيه كل شيء من فعاليات وامور ووظائف، شغلات انت ما تخطر على بالك اساسا. حرفيا اي شيء تسويه في حياتك الواقعيه راح تلاقيه حرفيا بالسيرفر هذا. يمديك تقرر طريقك في اللعبه، انك تكون انسان صالح او انسان مجرم، او لو انت ذكي بما فيها الكفايه يمديك تصير غني في اول ايامك من دخول السيرفر. وظائف متنوعه وكل شيء اجرام وسرقات، كل شيء تلاقيه على بالك يا عزيزي. خليك معي علشان اعلمك كيف تسجل وتكون معي في الفاميلي. اسم الفاميلي مالي بلاك سولز. اول شيء ابيك تدخل قناتي في اليوتيوب، هذه اول خطوه. بعدين روح على اي فيديو انا لاعب فيه في جراند السيرفر الاجنبي، انا بختار الفيديو الاخير مثلا، بس اهم شيء تاكد انك ضغط زر اللايك. بعدها ابيك تروح للديسكربشن وتضغط على كلمه او الرابط هذا، رابط تحميل لانشر جراند، عشان تدخل معنا وتساعدنا في الجوائز. اوكي يا الحبيب، اول ما تضغط على الرابط اللي موجود بالديسكربشن راح تجيك الصفحه هذه على طول. ابيك تحط علم بريطانيا رقم 3، بعدين هنا تكتب اسمك، بعدين اسمك الثاني، وهنا لازم تكتب ايميلك والايميل يكون صحيح، وتحط صح في هذا المربع، وتختار الباسورد هنا، وتختار الباسورد مره ثانيه تعيده، وتحط اي ام نوت روبوت، وتسوي ريجستر. هذا هو شكل اللانشر. بعد ما تضغط عليه وتفتحه من الديسكتوب راح يخيرك بين 3 سيرفرات، اتاكد انك ضاغط سيرفر رقم 3 وبعدها اضغط بلاي. بكل بساطه راح يدخلك السيرفر، بس ابيك تتاكد اول ما تدخل السيرفر اسال عن عائله بلاك سولز، او تعال عندنا البيت راح ندخلك، او اذا يمديك تدخل من الهوتيل بعد ادخل. روح عند الموظفه اول ما ترسبن عند الهوتيل، قولها ابي انضم للعائله ودور على اسم بلاك سولز، محتاجينكم انكم تكونوا موجودين معي في العائله الاسطوريه هذه. وان شاء الله اشوفكم بالقريب العاجل ونسولف ونضحك باللعبه. فيعطيكم العافيه ويلا ليتس جو. فمثل ما شايفين حاليا احنا في الكراج، راح نطلع بالرنج روفر. صار لي والله فتره ساحب عليها، بس قبل كل شيء انا عندي تواير. طيب مثل ما خبرتكم، شوف في عندي تواير ابي اركبها، وعندي جنوط. طيب تواير هذه ليفل 3، حلو ليفل 3، لازم نشوف اتوقع المرسيدس. اوكي راح نركبها المرسيدس يا شباب، نسوي كذا. لا لازم تجي. اوكي راح نركبها المرسيدس يا شباب، نجي هنا ونسوي انستال ذيس بارت ليفل 3 اتوقع. ليتس جو، طورنا التواير المرسيدس لش اسمه ليفل 3. وعندي كذلك جنوط يا عيال، عندي جنوط ما ادري على اي سياره اركبها صراحه. لي هذه، هاي شكلها حق سياره تكون مسل اتوقع. والله بشكل بركبها على هذه، انا ما اخاف ما يضبط، خلنا نجرب. والله انا قلت ركبها يا عيسى ما قلت اركب. اوكي الحين يا شباب، ايوه لا والله ما اعرف، حلو بس نفس الوقت مو حلو صح، طلع غريب والله كانها مدرعه. يلا ما علينا، راح نطلع اليوم بالمرسيدس. لا انا قلت بالرنج روفر، بس لحظه الرنج روفر ما فيها بنزين. والله ما فيها بنزين يا عيال، اتوقع ان عندي بنزين. اتوقع يا رب بنزين، ما في بنزين. طيب لا لازم اجيب بنزين يا عيال من السيارات، في سيارات عندي انا فيها بنزين متاكد. شو هي السياره؟ اتوقع البوغاتي. لا مو هو البوغاتي، اتوقع السوبرا. السوبرا ما فيها ترنك يا عيال. طيب اتوقع هذه الروز رايز، اسف. طيب اسف يا شباب، اتوقع المرسيدس يا رب. اهو خلاص ما راح نطلع بالسيارة، ما ادري صراحه اذا راح توصلني السياره. لا والله ما راح توصل، اصلا طفت اصلا. والله طفت يا عيال، يا الله. طيب ماشي بسيارة غيرها، راح اطلع بالمرسيدس. والله المرسيدس اسطورية، لونها اسطوري بعد. اوكي اللي بنسويه يا جماعة الخير، راح نجرب وظيفة الكوليكتر. وظيفة الكوليكتر اللي هو العامل او الشخص اللي يجمع الضرائب من الناس. يعني مهمتي اني لازم اشتري سكينر عشان اشوف هذا الشخص وين. راح اراويكم كل شيء. اول شيء خلونا نروح نستلم السيارة من وظيفة الكوليكتر. اتوقع وينها بالله، ايوه هذا الكوليكتر، نروح هناك. اوكي وصلنا لمكان الوظيفه. الوظيفه هذه انا في وظائف كثير ما جربتها صراحه، هذه الوظيفه راح تعرفونها اول ما اطلع السياره، راح تعرفون. ثواني
اللي هو الشخص اللي يجي حق او ملابسي او ليش السراح شوفوا ملابسي يا عيال والله طلع اضاءه كذا بالليل يا سنيون نيون والله نايس نايس ملابسي يا عيال الحين نستلم الوظيفه بس انا ليفل واحد اتوقع انه لازم يمديني اعلي الليفل يمديني اعلي الليفل يا شباب خلينا نجرب نروح على ماي سكيلز لازم ندور كوليكتر اذا فيها كوليكتر ولا لا ايوه كوليكتر اشتريها ب 800,000 والله غاليه خلاص اشتريت ثلاث سكيلات اللي هي ليفل ماكس انا صرت في الكوليكتر الحين تسوي جيت امبلوي اوكي قبل اوكي خلينا ناخذ السياره وبعدين نجيب سكينر بس انا كيف الوضع صراحه ما اعرف ترانسبورت رنتل $500 اوكي هذه هي السياره شوفوا يا شباب السياره هذه الكل يكرهها في السيرفر صراحه والله الكل يكرهها اللي يشوفه على طول يسبه ويطلع سلاح واللي ما ادري كيف والله يعيني ان شاء الله اتعامل الناس ان شاء الله انهم يتقبلوني اخذ منهم ضريبه ما ادري كم سعرها 9000 في 20000 ما ادري على 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 شو يعني يقيسون الضريبه هذه الحين انا قبل ما اخذ الاوردر لازم يكون عندي سكينر نفس كذا الجهاز الصغير اشتريه من البلاك ماركت فنروح على البلاك ماركت لا من الجوال نروح على البلاك ماركت دارك سايد نروح على الليجل ماركت ونشتري شو عندك سكينر ليفل واحد اثنين وعندك ثلاثة انا بثلاثة او لبيبر سكينر مو هذا اتوقع هذا يا عيال اتوقع هذا طيب لو باي بخمسين الف يو هاف يو نيد تو باي وات كار اوكي لازم اطور المهارة يا الله دقيقة يا شباب تجي هنا تطور مهارة كار شيء كذا اوكي اشترينا ليفل واحد ما يمكن نشتري ليفل اثنين او ثلاثة لازم نلفل وحاليا عندي الجهاز خلينا ناخذ الوظيفة اول شيء خلينا ناخذ الوظيفة ناخذ الاوردر قصدي نشوف وين الشخص متواجد سوي تيك الاوردر اوكي الشخص اسمه زورو اسمه زورو يقول لي لازم يكون عندك سكينر عشان تحدد موقعه طيب نشوف وين هذا زورو يا شباب طيب وين السكينر انا اشتريت سكينر وين يروح السكينر يا عيال شكله ما يجيني صح طيب هل موجود شباب شلون والله ما اعرف لازم اتوقع الفلف في المدينه وبعدين يجيني اشعار او شيء لانه ما جاني السكينر اتوقع ان لازم اشتري جهاز ثاني يا شباب اللي هو هذا يبل سكينر اتوقع هذا احس من صدمني اوكي انا قاعد اشتري اجهزه من البلاك ماركت ما قاعده تجيني فاتوقع لازم اروح البريد ومن البريد اخذ الاجهزه واخليه عندي عشان يقدرني اشغل ميزه الجهاز واتبع الناس واخذ منهم الضرائب هذا هو البريد يفترض انه يكون موجود ايوه دارك نت هذا يا عيال قولها تيك اوي اوكي كذا اموري طيبه الحين اعتقد انه جوني صح ايوه خلاص خلينا نحط رقم واحد راح رقم اثنين انا ما ادري ايش اجرت السياره هذه كان بامكاني اروح بسيارتي العاديه واسرع يلا مو مشكله طيب الحين نشغل الراديو ولا كيف اتوقع اني اتم الف في المدينه واتم اضغط رقم واحد الين يشتغل السكنر او انه يكون في شخص جنبي اتوقع هو الحلو انه ما يقول لك الشخص هذا وين بالضبط لازم انت تدور وتشغل الرادار يوم بيكون جنبك خلاص بيقول لك ان الشخص هذا جنبك اللي لازم تاخذ منه الضريبه شباب عندي احساس ان الشخص هذا بيكون على البحر الناس ما شاء الله كلهم كذا على البحر يكونوا موجودين انا اقول ارجع السياره واشتغل بسيارتي احسن لانه مره بطيئه صعب ان احصل الشخص بالسياره هذه والله هذا شكله بساندي لان كل ما اضغط الرادار يقول لي الشخص مو جنبك يا بساندي او بوليتو مستحيل في المدينه اوكي خلينا نرجع السياره اوكي في شخص جديد اسمه جيكسو بس ما الناس كيف يشتغلون بسياراتهم انا ما اقدر اشتغل بالسياره يطلع لي وقت انا شوفوا 200 ثانيه اتوقع سووا نظام جديد انه ما يمديك تسوق سيارتك الحين لازم سياره هذا يا ما يمديك حرفيا لازم بالسياره نفسها يلا خلنا الشخص اسمه جيسكو انا اشوف هذا جيسكو وين اقسم بالله انه وظيفه خايسه للامانه في ناس قالوا لي في الديسكورد انه عيسو هذه الوظيفه حلوه ما ادري هل انا قاعد اسوي شيء غلط لان قاعد الفلف في المدينه واضغط على الرادار ويقول لي انه ما في معلومات عن السياره او الشخص اتوقع انا اسوي شيء غلط او انا ما فاهم الوظيفه يا اخي هذول الناس وين يا عيال والله ما اعرف اذا انا قاعد اسوي شيء صح ولا غلط شكلي بسحب عليها وبتري كومنتاتكم في تحت الفيديو هل انا قاعد اسوي شيء غلط ولا لا انا ترى كذا والله عفوي انزل اي شيء ما بروح اشوف وبتعلم وجه اسوي انا ما اعرف كذا ابي شيء يكون مفهوم من البدايه اما هذا شيء مره صعب يعني في اكثر من جهاز تشتري في سكينر وفي سكينر حق الناس في السكينر له ثلاث ليفلات ما ادري شو السالفه طيب بدال اللفه هذه كامله وانا قاعد ادور الناس بامكاني اشتغل اي وظيفة وطلع منها ذهب والله طيب يا شباب رجعت لكم مرة ثانية الوظيفة صراحة ابدا ما عجبتني او انا قاعد اسوي اشياء غلط ما اعرف خلوني احط السكينر بالبيت لانه ما من امه فايدة والوظيفة قسم بالله عيال ما ادري الوظيفة المهم خايسة زبدة طيب براويكم سيارة يا شباب اشتريتها اتوقع البارحة كنت اصور لكن كانت في مشكلة في التصوير وما نزلت الفيديو براويكم السيارة سيارة اسطورية وراح تعجبكم انا متاكد مليون بالمية شوفوا يا شباب قرتها ب 3 مليون اللي هي جي تي ار ليتس جو شوف يا حبيبي شوف والله انها اسطوريه ما اول مره اشوف جي تي ار صراحه في السيرفر هذا ما كنت اعرف ان جي تي ار موجوده اسمع الصوت يا حبيبي بروح اعدلها والله بس
لحظة، هل مسوي لها فول أبجريد؟ أوه من داخل أحمر والله أسطورية. طيب نشوف هل أوه كل ده ماكس بس باقي الإنجن. يا الله لو أجيب إنجن ليفل ماكس يا عيال، والله يا ريت لو أجيبها لو عندي، بس ما عندي. طيب روح نغير اللون مع أو الشكل بشكل عام ما عجب. هل هذه الزوايد اللي على اليسار هو حاطها ولا لا؟ ما اعرف، خلنا نشوف. السيارة اسطورية والله اسطورية، اتوقع بخليها باللون الابيض تطلع احسن منها. بسم الله، كانها خنفسانة مو سيارة. يا رب الكراج يكون فاضي، يا رب يا رب يا رب يا رب ما يكون بيزي. ليتس جو فري فري. حلو 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 حلو. السيارة بسوي لها فورمات بالكامل يا شباب. اوكي خلنا نشوف الهود، في شيء في الهود؟ اوه يمدينا نغير والله، نحط هذا الاسود. يا سلام 114000 لفت. اوكي حلو، لانه هذا اللي حاطه هو مو حلوين صراحه، قرب ام الوضع. اوكي هذه ممكن حلو، وشكله والله بنخليه بالشكل العادي افضل. اتوقع هذا حلو الشكل الاخير. اه ما يمديني، يقولي لان يقولي لازم تجيبها من باكج. خلي الوكاله. اوكي اللون حط اللون. اوه يا سلامي والله رهيب، بس هذا اللي بالخلف ما عجبني اللي بشيله. اوكي العادي احلى اصلا بعد يكر والله. خلي العادي، مشكله في تحت احمر لازم اخليها. اوه هذا بعد فيه احمر، حلو خلاص خليه كذا. عندنا السايد اتوقع فيه بعد الاحمر. ايوه كذا السيارة ما عليها ولا غلطة يا بس كنسل. شوفوا كيف صارت، يا سلام والله حلوة حق تمشي بس كذا هياط، عرفتوا؟ يا عيني يا عيني، بس الجناح مرة كبير يا عيال. لا 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 نسيت الجناح، أنا نسيت الجناح مرة كبير. ايوه هذا الأسود الحين، خلاص هاي بتكون سيارتي الرئيسية يا شباب اللي دائما بطلع فيها، لأنها أنا ما أتوقع أنها نادرة، أكيد موجودة كل مكان بس ما أشوف منها كثير. هذه الفكرة، ما أدري هل هي غالية ولا توضعها ما أعرف، بس رهيبة. شوف والله رهيبة يا شباب، والله إني ما أجامل، والله إنها رهيبة. طيب دام إني أنا عند مبنى الحكومة خلوني أشتري، خلنا أشوف البزنس مالي كم جاب لي. أوه ما في شو اسمه، ما في ستوك يا عيال، لازم أعبي ستوك في الماركت. يلا بنروح الحين، بس قبل كل شيء بشتري تأمينات لكل ممتلكاتي. أنا لازم أتأمن ولا الشرطة تسحب عنك المحل أو البزنس مالك. يا رب ما يكون في أشخاص هنا يمديني من لأن إذا موجود عسكري هنا يأخذ منك الأسلحة، وش بس يأخذ يسجنك إذا داخل بأسلحة. حلو بروح للبوت، إذا ما في عساكر تروح للبوت عادي. أيوة إلا ما في حد. عطنا إنشورانس، وين إنشورانس؟ أيوة بيت 81. اوكي اشتري مرة ثانية، يمديني ولا لا؟ ايوه يمديني والله. كم يوم يمديني اشتري؟ وات عيال اشتريت ما ادري كم يوم، مليون يوم. اوكي خلينا الحين بيت الفاميلي. اوكي خلوني اشوف بالله كم الانشورنس عندي، اتوقع من هنا يبين، ما ينكتب، ينكتب بس انت كم دافع اجار البيت. طيب لازم اروح اشوفها كم يا شباب، ضروري ضروري اشوف كم، يمكن لان عندي عضوية برايم ما ادري. طيب الحين بنروح نشتري اغراض للمحل، لان مثل ما انتم شايفين بس في 6 ستوك او 5 ستوك. طبعا المكان بعيد اخر الدنيا. والله السيارة سريعة يا عيال، شوفوا 300 بتجيب ايزي والله. اوف اوكي حصل خير. شوف الماكينة حلو، زني دعمت عشان اعرف ان لون الماكينة بالاحمر بعد. تشتغل السيارة. ايوه لا والله شغالة. اوكي اوكي قربنا يا عيال. اوكي وصلنا حاليا، بس في 5 ستوك محلي، يعني لازم هو ماكسيموم 200، يعني لازم اشتري الحين 195 عشان اخليه فل. اوكي 195 ستوك، اتوقع ب 500000 بالضبط. الحين لازم اروح اشيل الشاحنه واوصل الاغراض، بس فعليا يعني مو لازم توصل، تركب الشاحنه وتنزل وخلاص، تقبل هذا تقبل مهمه والستوك يروح لمحلك. ايوه وصلنا يا شباب. على عمرك تجي عند هذا المكان وتسوي ورك اتراكر عشان توصل البضاعه للمحل عشان يكون فيها ستوك على اساس، يعني تجي هنا تسوي رنتل، اختار اي وونت ترا. اوكي لا لازم تاخذ الوظيفه اول شيء، سوري سوي وات. اوكي الحين جبت الوظيفه. اوكي وهذا الشاحنه، اول ما تركب الشاحنه تضغط حرف جي وتروح على برايفت اوردرز اللي هي وظائف الناس اللاعبين الحقيقيين. تيجي هنا وتدور على اسمي عيسى بلاك سول، تضغط موافق، خلاص كذا المحل عبى لحاله. شوفوا صار 200 ستوك، لازم ادفع للمحل باقي 13 يوم والله خاف انسى، لما دفعت المحل ينزل للمزاد، هذه مصيبه. انا عندي عضويه برايم ما ادري هل يمديني ادفع ولا لا، انا نجرب الله. بيمنت فور هوم، او لازم يقول لازم تلعب اكثر من ساعه او شيء. اوه والله يمديني ادفع، ليتس جو. اوكي ندفع للبيت الثاني 14. بزنس هل يمديني ادفع للبزنس؟ لا البزنس لازم العب ساعتين، انا ما ادري كم صار لي صراحه، خلنا نشوف. صار لي انا ساعة ونص. اوكي لا استنى، لازم استنى واسويها يا شباب، مو مشكلة البزنس ما يروح علي. تمام يا شباب لين هني وصلنا نهاية المقطع، الفكرة من المقطع هذا ابيكم تقولوا لي كيف اسوي وظيفة الكوليكتر وهل هي ممتازة ولا لا، واتمنى طريقة التسجيل وتدخلون معي السيرفر يكون من الرابط تحت. صدقوني يا جماعة الخير والله بتسوون خير، وبدعي لكم ليل ونهار، ما قصرتوا، يعطيكم العافية. كان معاكم عيسى 400، سلام.